قال له مولانا ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد معشر الاخوة الاعزاء، هذه محاكمة الله. واسألوا الميت، اسألوا الميت ما ضاره بعدما فارقت الروح الحلقوم، اسألوا الميت ماذا رأى. وهذه وسيلة ايضاح لما نقول، اسألوه ماذا رأى في سكرات الموت، واسألوه ماذا رأى بعدما فارقت الروح جسدها، اسألوه وهو ملفوف في كفنه الان يسمعنا، اسألوه والروح ترفرف عليه وهو يقول يا اهلي يا ابنائي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، لقد جمعت المال من حله وحرامه وتركته لكم تتمتعون به، وسأسأل عنه وحدي امام الله يوم القيامة. الدنيا لا تغني عن الاخرة، الدنيا لا تغني عن ظلمة القبر. يا قاضي الدنيا غدا او بعده ستحال الى المعاش، وستخلو بنفسك وسيؤنبك الضمير، وعندما تدخل القبر ستدخل القبر وحدك، وليس في القبر منصة قضاء، ولن يكون معك محاماة داخل قبرك، لان الله تعالى كتب على باب القبر ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة. لا يكون معك ملك ولا حاكم، لن يكون معك زعيم ولا كبير، وانت نائم في اكفانك تحت اطباق التراب لن يشفع لك شافع، ولن ينفعك عبد املى عليك الاحكام. تذكر ظلمة القبر وانت بين يدي الله مرهون بعملك، تذكر دخولك القبر، فان الله تعالى يقول كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. فردا لا مال ولا ولد، لا صديق ولا رفيق، لا جليس ولا انيس، لا جاه ولا سلطان، لا خدم ولا حشم، لا دراجات بخارية ولا حراسات، لا مشاة ولا مهندسين، لا طيران ولا صاعقة، انما هناك واحد فقط هو الذي يقول لمن الملك اليوم. لمن الملك اليوم؟ هل من مجيب؟ هل من مجيب يرد على نداء الله؟ هل من متكبر جبار يرد على نداء الله؟
هل يجرؤ أحد من الراقدين تحت الثرى على أن يقول إن الملك اليوم لي؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ يا آكل أموال اليتامى، يا آكل الربا، يا قاتل النفس، يا حاكما بغير العدل، يا جبار يا عنيد، لمن الملك اليوم؟ أجب، أجب الخالق الأعلى، أجب مالك الملك، أجب ملك الملوك، لمن الملك اليوم؟ لا تسمع لأحد جوابا فيجيب الله على ذاته قائلا لله الواحد القهار. الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. والله الذي لا إله غيره، لو نعلم ماذا بعد الموت ما عصينا الله لحظة، لو نعلم الساعة الرهيبة التي يغلق فيها القبر علينا ونترك فرادا وينصرف عنا الأقربون وينصرف عنا الاصدقاء المخلصون المخلصون، ويجد الانسان قبره وحده وهو فيه وحده، لو يعلم الذين يظلمون العبادة وجودهم في قبرهم والقبور مظلمة، والله ما ظلموا احدا. واعلم يا سيادة القاضي ان هناك قاضيا يعلم السر واخفى، اعلم هذا. واعلم ان الذين سبقوك، اعلم ان الذين جلسوا على منصة القضاء من قبلك وسبقوك هم الآن مع الذين حكموا عليهم بالإعدام واقفون بين يدي الواحد الديان. اعلم ماذا؟ اعلم بأن الذين حكموا هم اليوم يحاكمون عند القاضي الأول. الذي يحاكمهم هو القاضي الأول، الذي يسألهم هو الله. اذا قالوا لله يا رب لماذا لم ترسل الينا انذارا بحضور الجلسة، سيقول لهم لقد كنتم تقرؤون الانذار في سورة الفاتحة، الم تقرؤوا قولي مالك يوم الدين؟ فاذا قالوا يا رب من الذي اوصلنا الانذار، قال لهم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فاذا قالوا يا رب امهلنا حتى نحضر الشهود، قال لهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فإذا قالوا يا ربي أمهلنا حتى نحضر محاميا، قال لهم اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فإذا قالوا يا ربي أتقبل منا كفالة مالية أو كفالة شخصية، قال لهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله. الله الله. يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون.
لا نجوم تلمع على الكتفين ولا نياشين على الصدر ولا أوسمة.